تكتشف ان هو قام رايح عامل رئيس الثور والسمكيه ولا معرفش ابصر مين مزارع السمكيه ولا ايه. حمدي بديع ليه وجيش يا عم؟ ايه اللي جاب القلعه جنب البحر؟ ايه ده؟ ليه؟ فين مشروعك عشان تاكل الناس؟ انا بتكلم على 60 سنه، مش الفصل، مش بتكلم على الفصل ده، لا شيء، ده مشروع كله دمار وحضرتك شايف وعارف. اقسم لك بالله ستاتي اللحظه في هذه البلاد، واللحظه دي قريبه جدا، قريبه جدا، وتذكر هذا، ويا ريت تقطعوا الحته دي يا جماعه تهتموا بيها. اقسم لك بالله ستاتي لحظه في هذه البلاد، وهذه اللحظه قريبه جدا، عندما يذكر اسم السيسي سيلعنه كل من يحضر من المصريين ان ما ضربوش اللي بيقول اسمه بالجزم. الله يلعنه ولا يعيد ايامه. هتسمع الجمله دي من كل مصر قريبا جدا.